السلام عليكم طلاب الصف الرابع في أكاديمية التطبيقات الذكية. تحدثنا المرة الماضية في مادة التربية المهنية عن خدمة الطعام والشراب، تحدثنا عن الأدوات والتجهيزات الكبيرة وأخذنا أمثلة عليها، أيضا عن الأدوات والتجهيزات الصغيرة أخذنا أيضا أمثلة عليها، تحدثنا عن أدوات المائدة، أدوات تحضير الطعام، وناقشنا بعض الممارسات الخاطئة أثناء إعداد الطعام. نبدأ اليوم بحل أسئلة الوحدة صفحة 78. السؤال الأول، ارسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1. من الأدوات والتجهيزات الكبيرة المستخدمة في خدمة الطعام والشراب، الإجابة الصحيحة هي باء، الثلاجات والمجمدات. 2. من الأدوات التي نستخدمها على المائدة، الإجابة الصحيحة جيم، الفضيات. 3. من الممارسات الخاطئة الخطأ في أثناء إعداد الطعام وتناوله، هي الإجابة الصحيحة دال، جميع ما ذكر. 4. من أهم التجهيزات التي تستخدم في تقديم الطعام، الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال الثاني، اكتب كلمة نعم إزاء العبارة الصحيحة وكلمة لا إزاء العبارة الخاطئة فيما يأتي. ألف، التلفظ بالبسملة قبل بدء تناول الطعام هي نعم، إجابة صحيحة. ب، من المواصفات التي ينبغي مراعاتها في عملية الاختيار وشراء الأثاث والأدوات والخاصة بالمطعم والمنازل، المتانة والسعر والتصميم المناسب، نعم، إجابة صحيحة. ج، إصدار صوت عال في أثناء مضغ الطعام، لا، إجابة خاطئة. د، الطاولات والكراسي هي من معدات خدمة الطعام ولوازمها، نعم، إجابة صحيحة. وها، توضع الكؤوس والفضيات والصحون بعضها مع بعض أثناء عملية تنظيف الأطباق، لا، إجابة خاطئة. رقم 3، السؤال الثالث، اذكر 3 من السلوكات الصحيحة المتبعة أثناء تناول الطعام. يوجد العديد من السلوكات الصحيحة، إحنا راح نناقش 3 من هذه السلوكات، اللي هي غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده، التحدث بصوت منخفض أثناء تناول الطعام، وسكب كمية طعام مناسبة. إذا كتابة الإجابات الأسئلة على الكتاب، ويعطيكم العافية يا رابع.